صندوق التنمية الثقافية وبيت الشعر العربي بالتحديد، أنا بحب الناس دي قوي. والله ليه بقى؟ أقول لك، هم طول الوقت فاكرين شعراءنا المهمين الكبار اللي أثروا في حياتنا واللي ساهموا في بناء وجداننا. أمسية جميلة بعنوان الشاعر مجدي نجيب. يا سلام يا سلام، مجدي نجيب الشاعر، مجدي نجيب الفنان التشكيلي، مجدي نجيب ابن الستينيات العظيم، التجلي المذهل للمواهب اللي طلعت في الستينيات. مجدي نجيب اللي غناله نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، مش الغناء بس بل والطرب، يعني عبد الحليم حافظ مطربنا الأشهر كامل الأوصاف فتني، الست شادية، غاب القمر، الله يا عزيز عيني، وغيره. طيب ست فايزة أحمد الانتقائية المذهلة، غنيت له العيون الكواحل. شوف حتى يا أخي المصطلحات الحلوة أهو، أنا والله أنا ويونس دلوقتي لسه قايلينها. شوف يا أخي المصطلح الكواحل، كله قال لك الكحيلة، قال لك العيون الكواحل، يا سلام عليك. صباح جاني وطلب السماح، الست شريفة فاضل الله يرحمها يا رب ويرحم كمان ابنها الشهيد، غنت له من كلماته أم البطل الكينج محمد منير، صانع وجدان جيلي بقى، غنى المجد نجيب شبابيك، مش هغني عشان صوتي مش حلو، ممكن حواديت، ليلى يا ليلى، من أول لمسة، شجر الليمون، بنتولد، الطول واللون والحرية. يا سلام، شوفوا التقرير ده، وشكرا وشكرا للي فاكرين مجدي نجيب، وشكرا للأمسية، وشكرا بصراحة لزمايلي إن هم راحوا غطوا ده. تعالوا نشوف التقرير. الشاعر مجدي نجيب هو من جيل الستينات الشعراء العامية اللي تأثروا كثيرا بالدور اللي عمله الشاعر الكبير صلاح جاهين ومن قبله فؤاد حداد. ارتبط بتجربة نضالية خلال سنوات الخمسينيات والستينيات، وأصدر ديوانه الأول صاد الشتاء سنة 64. أهم أغاني محمد منير كتبها مجدي نجيب، بالإضافة طبعا لشعراء كبار آخرين، ولكن اللي يهمني أنا كتشكيلي هو تجربة مجدي نجيب التشكيلية. كان عنده معرض مهم جدا اتعمل السنة اللي فاتت اسمه شبابيك، وكان راسم 20 قصيدة هو كان كتبهم لمحمد منير. هو أسلوبه مختلف، يعني هو احنا كنا بنسمع زمان مثلا أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، الأغاني المعروفة يعني، والشعراء اللي هم اللي احنا عارفينهم زي مثلا أحمد رامي كان أشهرهم، زي حتى عبد الوهاب محمد اللي هو من الجيل الحديث شوية، ومحمد حمزة، والشعراء اللي هم بتوع الجيل ده يعني. النهاردة اخترنا شخصية الأستاذ الشاعر الكبير مجدي نجيب، متعه الله بكل الصحة والعافية، وأنا بحييه من بيت الشعر. اخترنا النهاردة شخصيته عشان نكرمها في بيت الشعر بصفته أحد يعني أهم شعراء الموجة الثالثة في الأغنية المصرية أو في العامية المصرية بشكل عام. الاحتفاء به النهاردة هو احتفاء بالشعر المصري، بشاعر كبير عمل أغاني عايشة لغاية النهاردة، عمل لعبد الحليم، عمل لعفاف راضي، عمل كل الأغاني الجميلة اللي الناس عايشة عليها في وجدانها لغاية النهاردة، غاب القمر يا ابن عمي لشادية،
كل الحاجات اللي في الوجدان دي كان مجدي نجيب اللي عملها. انا حقيقي سعيده النهارده بوجودي في بيت الشعر باداره الاستاذ سامح محجوب، ويوم جميل في احياء اعمال العظيم الشاعر مجدي نجيب. وانا بيشرفني ان انا بغني من اعماله النهارده، اقول له عين الشمس ما تحماش لشاديه، وجاب القمر يا ابن عمي برده الفنانه شاديه الله يرحمها، وهقول كامل الاوصاف عبد الحليم حافظ، واوعدك للفنانه الجميله سعاد محمد. وطبعا معانا صحبه من الشعراء الجمال اللي هيتكلموا عن الحاجات الجميله لشاعرنا العظيم. Thank you.